التعليم الأولي، أيضا الاعتماد من بين الملاحظات التي أفرزتها مرحلة التشخيص هو اعتماد بيداغوجيات أو مقاربات بيداغوجية مختلفة تختلف باختلاف المرجعيات المهنية للمربيات والمربين في هذا المجال. في مرحلة ثانية عملت الوزارة على برورة مشروع إطار منهاجي تم تجريبه على صعيد بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. بعد ذلك وفي مرحلة رابعة تم تدقيق المشروع وإعادة صياغته ليخرج في صياغته الحالية. إذا الإطار المنهاجي للتعليم الأولي هي وثيقة إطار ومرجع موحد يوجه المنهاج التربوي للتعليم الأولي، وذلك عملا بتوجيهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وأيضا على مستوى المنهاج، يعني لاحظنا بأن المنهاج التربوي يعتمد الكفايات يعني الخاصة بهذه الفئة العمريه، يعني مستوى التعليم الاولي. ما هي الكفايات الاساسيه للتعليم الاولي للطفل للتكوين ونمو شخصيه الطفل؟ نعم، اذا تم اذا عند بلوره الاطار المنهجي للتعليم الاولي تم الاخذ بعين الاعتبار او احترام طبيعه المرحله النمائيه للطفوله المبكره كما تؤكد عليها نظريه السيكولوجيا الحديثه والابحاث التربويه، واعتبرت أن هذا التعليم الأولي يجب اعتباره تعليما أوليا قائم ذات له هوية خاصة تختلف عن التعليم الابتدائي، وبالتالي يعني منحه واحد الهوية خاصة به من خلال واحد مجموعة من الكفايات التي تراعي المرحلة النمائية. نذكر من هذه الكفايات عندنا 6 كفايات أساسية. عندنا من بين هذه الكفايات استكشاف الذات والمحيط، التآزر الحركي، التعبير الجمالي والفني، ايضا كفايه مرتبطه بالتآزر الحسي الحركي، كفايه مرتبطه ايضا بالتعبير واللغوي والتواصل الى غير ذلك. هما 6 كفايات، وكل كفايه هي مرتبطه بمجال تعلمي يخدمها. اذا اذا لاحظنا حتى التسميات التي تم اعتمادها من طرف الوزاره الوصيه هي تسميه لابراز الهويه الخاصه للتعليم الاولي، والتي تختلف تماما عن كونه تعليما ابتدائيا مصغرا، بل هو تعليم بهوية خاصة تميزه. ويبقى هذا التعليم الأولي هو أساس للتعليم الابتدائي وأهم رافد من روافد التعليم الابتدائي. بالإضافة إلى جديد هذا المنهاج هو أنه يعتمد على مقاربة يعني مشاريع، ولا المشاريع هو مفهوم اقتصادي، يعني مشاريع يعني التربوية والبيداغوجية للطفل في هذه المرحلة، هو مرحلة من التعلم، يعني يمكن كتنمي نمو شخصية الطفل باش يتعلم يعني الجانب المقاولاتي والجانب. إذا بحكم الطبيعة ديال المرحلة النمائية وحكم الحركية التي تتميز بها الأطفال ديال هذه المرحلة، تم اعتماد واحد المقاربات بيداغوجية تعتمد بالأساس على اللعب، على العمل اليدوي إلى غير ذلك، لإبراز أو لتنمية أبعاد شخصية المتعلم اللي هو البعد المعرفي العقلي، البعد الوجداني الاجتماعي، وأيضا البعد الحسي الحركي. نعم، وفيما يخص المشاريع البيداغوجية تم اعتماد أيضا المدخل ديال المشروع التربوي كآلية لتصريف الأنشطة إلى غير ذلك، بحيث أنه في كل سنة سيتم اعتماد، مثلا في السنة الأولى سيتم اعتماد 3 مشاريع موضوعاتية، كل مشروع موضوعاتي يمتد لـ10 أسابيع، وكل 10 مشروع موضوعاتي يضم محاور فرعية، كل محور فرعي يمتد لـ3 أسابيع، والأسبوع العاشر من المشروع الموضوعاتي يخصص لتركيب وتقويم ودعم ما تم تقديمه خلال المشاريع الفرعية أو خلال المحاور الفرعية الخاصة بكل مشروع موضوعاتي. أيضا في السنة الثانية يتم اعتماد 3 مشاريع موضوعاتية. يعني الاعتبارات التي تم اعتمادها في انتقاء هذه المشاريع الموضوعاتية وأننا تنتقل بالمتعلم من الذات ثم الخروج به إلى المحيط القريب إلى غير ذلك. أيضا هذه المشاريع الموضوعاتية هي تلبي حاجات المتعلمين على المستوى الحسي الحركي، على المستوى الوجداني، على المستوى الاجتماعي، وايضا تنمي تكسبهم المهارات الخاصه بالاندماج في الحياه العمليه. نعم، وبالاستنتاج الاخير يعني المقاربه الاستراتيجيه هو ان اعتبار هذا التعليم الاولي هو يعني مشروع مجتمعي، كي يعني جميع القطاعات، جميع المتدخلين، يعني فيما يخص التوضيحات. اذا كما قلت في الاول ان خلال مرحله ديال التشخيص تم افراز واحد الملاحظه اساسيه وتعدد المتدخلين في هذا المجال.
إذا الإطار المنهاجي الذي جاء هو لتوحيد التدخل وضبط التدخل وتوجيه التدخل في هذا المجال من خلال هذا الإطار المنهاجي، هو أيضا هي دعوة للجميع للانخراط كل من حسب موقعه وحسب المسؤولية دياله للانخراط في هذا الورش الكبير الذي يعتبر مدخلا أساسيا للجودة والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال المغاربة.